ما اعتقدش ما فيش حد فينا ما سألش هذا السؤال، وخصوصا من بعد ما بدأنا نتكلم عن أزمة اقتصادية وعندنا مشاكل والقروض وبنتفاوض مع البنك الدولي وكل الحاجات دي. يا جماعة ايه مصير المشروعات القومية الكبيرة اللي الدولة بدأت في تنفيذها؟ عندنا مشروعات ضخمة جدا وكبيرة جدا ومشينا فيها كتير، سواء بقى كان بالقروض اللي احنا بناخدها او كان بالموازنة الداخلية بتاعة الدولة، مش مهم، المهم ان المشاريع دي هتكمل ولا مش هتكمل، هنعمل فيها ايه. السؤال ده زي ما هو سؤالكم نقله نواب مجلس الشيوخ للمسؤولين عن هذه المشاريع، كان في مناقشة على مدار يومين لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023-2024. حضرت المناقشات دي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وكان في أسئلة كتير جدا، لكن أهم الأسئلة اللي وقفنا قدامها هو سؤالكم اللي حكينا عليه، يا ترى بعد كل الظروف اللي بنمر بيها دي والظروف الاقتصادية، وإحنا فاهمين موضوع كورونا واللي حصل فيه وأزمة روسيا وأوكرانيا، المشروعات القومية اللي شغالة في مصر دي مصيرها إيه؟ سيادة الوزيرة ردت على السؤال وقالت حاجتين. قالت واحد إن خطة التنمية لا تتضمن البدء في مشروعات جديدة، خطة التنمية الجديدة اللي هي 2023-2024 ما فيهاش مشروعات جديدة، لكن الحاجة اللي بتتضمنها هي استكمال المشروعات اللي وصلت بنسبة تنفيذها ل 70%. وقالت إن احنا أخدنا قرار بالتوقف عن الحصول على أي قروض جديدة إلا في حالة واحدة بس، إن يكون شروطها ميسرة جدا وإن احنا بناخدها لبعد تنموي كبير. ده الإجابات بتاعت الوزيرة النهاردة على النواب. احنا بقى حابين نفهم ما وراء هذه الإجابات واللي بعدها علشان ناخد الإجابة كاملة ووافية كده على سؤالكم. معانا على النائب على التليفون سيادة النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ. أهلا بحضرتك سيادة النائب. أهلا وسهلا. أهلا أستاذة كريمة. أهلا. جلسة مهمة جدا وحضراتكم سألتوا فيها سؤال عند كل الناس، لكن إحنا بصراحة في جزئية ما فهمناهاش قوي. فكرة إن سيادة الوزيرة قالت إن المشاريع الخطة اللي جاية هنستكمل فيها المشروعات القائمة بالفعل واللي وصلت نسبة تنفيذها ل 70%. طب بقية المشروعات اللي أقل من 70% هنعمل فيها إيه؟ هو طبعا في عناوين رئيسيه في الخطه الاقتصاديه كانت العنوان الرئيسي فيها في ظل يعني الازمه الاقتصاديه اللي احنا هنقلل الانفاق العام قدر الامكان. صحيح. وبالتالي يعني يخفف من عبء الديون وخدمه الديون. ده العناوين. ورئيس الوزراء كمان كان عامل تصليح مهم جدا، قال ان اي مشاريع كبيره فيها اشياء هيتم استيرادها من الخارج أخذنا قرار بأنها تتوقف إلا المشروعات الضرورية والمهمة جدا اللي ينبغي إتمامها. ده بالظبط اللي كانت عنوان الخطة الرئيسي اللي احنا اطلعنا عليها يعني في خلال الأسبوع الماضي والجلستين أمس واليوم. لكن يعني خلوني أكون برضو واضح إن ده في بعض الاستثناءات اللي أنا يعني حاولت أحصل من معالي الوزيرة على اجابات بخصوصها او محاوله اقناعها حتى باللي احنا نطبق هذا المبدا عليها. وجهاز الوزيره اشارت ليه لكن مش كثير من وسائل الاعلام خدت بالها منه، اللي هي اشارت ليه الا لو كان هناك تكليفات رئاسيه مباشره بالبدء في مشروعات جديده. وده حقيقه ينطبق على مثلا القطار الكهربائي السريع اللي بيربط العين السخنه بالعالمين، هو الحقيقه لم يصل الى نسبه انجاز 70% ولا اعتقد ان هو وصل حتى ل 20%، لكن ده معتبرينه اللي هو مشروع تنموي كبير وحيوي وقد يكون له بعض الابعاد القوميه او الامن القومي، فبالتالي يعني هناك بعض المشاريع الكبرى اللي هي مستثناه من هذا العنوان الرئيسي. وانا زي ما اللي هو تم انجاز فيها 70%، يعني من المشروعات الكبرى اللي كانت سياده الوزيره بتقصدها ان اللي ممكن تكون ما كملتش 70% من انجازها لكن هننفذها لان ليها بعد تنموي زي ما هي حضرتها قالت، زي المشروع الكبير اللي هو بتوجيهات رئاسيه زي ما حضرتك قلت، زي القطار الكهربائي. بالظبط يا فندم. هي طبعا مصر يعني تقريبا مضت التعهدات او العقود الخاصه بيها، وانا يعني قلت للوزيره يعني لا استطيع ان انا اقول لك توقفي عن هذا المشروع الضخم، لكن ممكن يعني نرحل مراحل تنفيذه بشكل تدريجي بحيث نخفف العبء
هي يعني كانت متفهمة لحد ما، لكن في الآخر هي مشروع وزارة النقل يعني، ووزارة النقل مصممة على تنفيذه. طبعا اللي بيدي يعني براءة التنفيذ أو بيشجع على تنفيذه اللي هو تقريبا ممول جزء كبير منه من قروض خارجية تم الموافقة عليها في مجلس النواب الأسبوع الماضي من هيئة التنمية والصادرات الألمانية والإيطالية، فبالتالي ده اللي جاز مدي تشجيع لوزاره النقل للمضي قدما في هذا المشروع. في قروض اعتمدت ب 2 مليار و200، عشان كده بقول الكلام مش دقيق 100%، يعني في بعض الاستثناءات في النص جاز ما كانتش واضحه للجمهور او الاعلام في الجلسات، لكن هذا القطار مثلا من احد الاستثناءات التي لا ينطبق عليها المبدا العام الخاص باستكمال مشروعات فوق ال 70%. وتم الموافقة بالفعل حضرتك بتقول الأسبوع الماضي على باقي القروض اللي كان من المفترض هيتم بيها إتمام المشروع، بس هل هذه القروض بتيسيرات بشروط ميسرة جدا زي ما قالت سيادة الوزيرة؟ هي بص حضرتك يعني برضو ده الكلام مش دقيق قوي، لان القروض ميسره في من ناحيه السداد، يعني في قرضين، واحد هيسدد على 14 سنه وواحد هيسدد على 12 سنه، لكن معدلات الفايده لا استطيع اقول اللي هي ميسره. معدلات الفايده بتزيد عن 5.5% على القروض اللي باليورو، فبرضو الكلام يعني مش دقيق قوي، لكن دي تفاصيل يعني جايز حتى لم يقم الكثير بالسؤال عن معدل الفايده وكده، لكن انا قريت بالظبط القروض او يعني الشروط المتعلقه بيها، فنعم هي مؤثره من حيث السداد، لكن من ناحيه الفايده هي انا معتقده ان هي قروض تجاريه بحته مش قروض تنمويه ميسره يعني. بفوائد عالمية، لكن حضرتك قلت 5.5% على القيمة الدولارية، وده على اليورو، على اليورو، وده واضح جدا. طب في سؤال تاني اسمح لي سيادة النائب، ليه علاقة بإن سيادة الوزيرة قالت مش هناخد قروض تاني، أي قروض كانت بتقصدها سيادة الوزيرة؟ يعني أي نوعية من القروض، خارجية، داخلية، قروض جديدة بعد اللي حصل الأسبوع اللي فات ولا إيه؟ يعني برضه العنوان الرئيسي في خط التنميه، واعتقد الموازنه اللي احنا بنحاول نخفف عبء القروض، وده يعني انا ما عنديش تشكك ان دي النيه الحقيقيه للحكومه، لكن زي ما بقول هناك بعض الاستثناءات اللي يعني اللي اشارت ليها، ومنها القرض ده. القرض ده يعتبر قرض جديد لسه معتمد الاسبوع الماضي، يعني لسه لم يتم سحب عليه، ب 2 مليار و200 ألف مليون يورو، وده يعني حوالي بنتكلم 70 80 مليار جنيه مصري. هو نزل بالفعل في الخطه وفي الموازنه، ده قرض جديد، لكن زي ما بقول يعني الكلام اكيد مش هيكون تفصيلي في الجلسات او في الاعلام، لكن لا هذا القرض قرض جديد وبيضيف حوالي 70 80 مليار جنيه خلال السنه الحاليه والقادمه، لان دي المرحله الاولى فقط من القطار، هتتكلف حوالي 4.4 مليار دولار. القرض ده تقريبا هيغطي اكتر من 60% 70%، واحتمال كمان نحب نزود عليه حوالي 455 مليون دولار لاستكماله، احد البنوك عارضه على مصر اللي هي استكمال البنك الاسلامي. فبالتالي ده قرض جديد هيزود عبء الدين، نعم هيزود عبء الدين، لكن بالتاكيد هناك استثناءات كما اشارت الوزيره ان هي مشاريع قوميه لا يمكن يعني التوقف عنها، يعني في اختلاف وجهات النظر هل هو مشروع ضروري جدا او مشروع حيوي، لكن هناك بعض الاشارات من هنا وهناك ان المشروع هام جدا ويجب عدم التاخير في تنفيذه. فبالتالي العنوانين الرئيسيين للخطه، في هناك استثناءات ليها في بالفعل في الخطه والموازنه، النيه سليمه وفعلا في تخفيض لعبء الدين، لكن ده مشروع جديد بحوالي 70 80 مليار جنيه مصري هيضافوا الى عبء الدين خلال السنه دي والسنه القادمه. كده وضحت الصوره بالنقط اللي ما كناش فاهمينها، وبنشكر حضرتك جدا على التوضيحات سياده النائب محمود سامي عضو اللجنه الاقتصاديه في مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا. هذا ما كان وراء الكلام اللي حصل في مجلس الشورى على مدار يومين.